تاج على راسي. ليش ما يطلعونهم يا اخي؟ الله يرحم الوصل. يتدخل احمد ابراهيم، المحاوله الان في الجهه اليمنى، من هو معطيه خطره؟ احمد الان ممكن من خلاله تسديده، اصطدت، لا تزال خطره. محمد احمد على تنفيذه، مرفوع هذه الكره براس خطره. ثلاثيه قاسيه على ارضك وبين جمهورك. طال عمرك طبعا اثبت جداره دبل الفجيرة على المستوى اللي قدموه، وربعي في بدايه الشوط ما حد احسن منهم، ولكن شو اللي هدى وضعهم في هالمستوى مو هو النباه، ولكن نقول الحمد لله. دبل اصبح عقده صراحه. ماشي عقده، الله يرحم الوصل. الله يرحم الوصل. مباريات فايز عليك. الله يرحم الوصل، اقول لك نبغى نغير نادي الوصل الى نادي زعبيله الحين. نحن مو براضين يا اخي، ثلاث مباريات الظلام يا اخي، وين الاداره تشوفون لاعبين؟ يا اخي من كم موسم ياسر ما يلعب اوكي، سعود ما يلعب اوكي، ليش ما يطلعونهم يا اخي؟ كم موسم جددهم؟ يا جدد جدد، لمتى بتجدد يا اخي مع اللاعبين؟ الكتره لمتى بتجدد؟ والله مو براضين يبعد اللعب يا اخي، ثلاث مباريات. Very very disappointing from our loss. I mean, especially taking the lead in the first 20 seconds, it looked like Al Wasl was going to go on and maybe get three or four goals, but they just seemed to slip back, and it's been the story of their season. One or two good games and four or five bad games, it's not good enough for Al Wasl. You know, it's the third loss today against this team, Dibba. Yes, yes, and I mean, Al Wasl, they seem to play well against the big teams, beat Jazeera, drew against Al Wada, yeah, then we get beat Dibba. The same last year, we get beat Ajman, and very, very frustrating. I think for Al Wasl, very frustrating. والله نحن ما كجماهير ما نقدر نقول شيء يعني حاليا، بس نحن عناصر فريقنا يعني مثل ما انت شايف، ولا لاعب في نادي الوصل يستحق يعني يلبس هالشعار. يعني نحن كنا نقول الاداره الاداره، بس اللعيبه ما فيهم روح يعني. يعني اذا دب لو فايز عليك اثنين على ملعب والجمهور يعني انك وانت يعني بس الوصل اصبح لغز، خسر من يعني فايز في الجزيره ومتعادل مع الوحده، واليوم يخسر على أرض بين ارضه وبين جمهوره، لان بارك كان جاي والروح المعنويه عند اللعيبه، لكن من عقب مباراه الوحده انت شايف يعني كان يضيعون فرص صراحه ما تضيع، ومن عقبها يعني الفريق شفت اليوم يعني الاداء يعني شو تقول المعنويه ما سعفت اليوم؟ نحن لولا النقاط اللي جمعناها بدايه الدوري نحن يعني كنا ننافس على الهبوط صراحه. انت يوم تاخذ راتب مو بالمفروض تخلص له؟ مو بالمفروض تحلل راتب بالطريقة هاي؟ هذا أسوأ موسم يمر فيه الإمبراطور، وأتمنى من الوالد الشيخ أحمد بن راشد أن يشوف حل، لأن عياله ياسي مرضون احتمال كبير الموت، سيء الوضع سيء. شو تبغى يقول لك؟ دموع هاي من غيرتك على الوسط؟ فريق يهان بالطريقه هاي؟ أسوأ ما توقعت. تخسر ثلاثة ومن دبا، مع احتراماتي لدبا، يعني أصبح عقدة دبا، لأن اليوم طلعك من الكاس وفاز عليك بالدور الأول، واليوم بعد الثالثة ثابتة. أنا قاعد أقول لك سيء. أنت اليوم إذا مو بقادر على دبا شو راح اسوي باكر؟ اطالب مثل ما قلت، انا ناشد الوالد الشيخ احمد بن راشد، انقذنا اذا تروم. ما عندي كلام اقول اكثر من كذي.
نقاط صبر مهمة ودافع للبقاء في دوري المحترفين. الله يبارك فيك. في البداية نشكر اللاعبين فرد فرد فيهم ما قصروا ونعم رجال في معنى الكلمة. وقفة الجمهور معاهم، وقفة مجلس الإدارة، دعمهم المعنوي والمادي لهذا الفريق. احنا متعشمين والأمل كبير والأمل في رب العالمين ثم بهذا الفريق. توقعتوا اليوم تفوزوا؟ احنا عقدة الوصل، عقدة الوصل السنة. للسنوات اللي طافت كان دبي عقدة الوصل، لكن من السنة عجدام إن شاء الله بيكون دبي الفجيرة عقدة نادي الوصل. بس توقعتوا اليوم هالفوز العريض الثلاثية؟ احنا جايين وعيننا على النقاط، ضرورية النقاط لأن مرحلة صعبة ومرحلة أنت محتاج فيها أنك تفوز. فالحمد لله بصرار اللاعبين بتكاتف الجميع قدرنا أن نحقق نتيجة إيجابية.